المساله ديال ارتفاع الاسعار ديال المواد الاساسيه في الوقت اللي التجميد ديال الاجور لمده عشرات السنين، وانه ما كاينش اعتبار لهذا الشعب المغربي ولهذا الدائره ديال الفقر اللي اتسعت ولهذا الفوارق الاجتماعيه بالخصوص والمجاليه اللي جعلها بان جهات الوطن كلها اليوم كتعاني بشكل متفاوت، ولكن كاين جهات اللي كتعاني بزاف. الشباب ما لاقيش الشغل، يعني الاباء تغلبوا ما بقاوش قادرين انهم يستجبوا المطالب يعني الدنيا ديال وليداتهم ديال الاسر ديالهم. اذا احنا بالنسبه اليوم في هذه الذكرى الحادية عشر ديال انطلاق حركة 20 فبراير اللي كانت خرجات بشكل حضاري وسلمي وطالبات بالديمقراطية، لان هذا هو المدخل. البلاد الى ما تصلحاتش سياسيا ما نقدروا نديروا والو، لان الديمقراطية كتعني القضاء مستقل ونحاربوا الفساد بكل اشكاله والريع وكل هذا الشيء باش يمكن لنا نبنيو مجتمع ديال العدالة الاجتماعية. حركة 20 فبراير هذه 11 عام باش خرجات، من بعد منها الشعب المغربي احتج بطرق مختلفة، الحراك الشعبي ديال جرادة، ديال الريف، التنسيقيات، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الممرضين، الأطباء، واحد العدد ديال الاحتجاجات اللي كان المفروض أن الحكومة إذا كانت مسؤولة بالفعل أنها تستمع وتبدأ واحد البرنامج. حنا ما قلنا لهاش غدير كل شيء ولكن تبدأ بما هو مستعجل. هذه الحكومة جابت برنامج كتقول فيه غادي نخلق مليون فرصة ديال الشغل، كتقول فيه غادي نقل نشاط النساء من 20% ل 30%، إذا غتخدم مليون ونص النساء. كتقول بأنه غادي تنقل المغرب من المرتبة 128 لمرتبة 60، يعني غادي تنهض بالمدرسة وغادي تنهض بالصحة وغادي تنهض بالشغل وغادي تنهض بالبناء، يعني وغادي تعتني بالفئات الأكثر فقرا. هذه الحكومة بالعكس بدات زادت في المواد الغذائية الأساسية، وكيفاش غادي يدير هذا الفقير؟ وحنا عرفنا مع هذه الجائحة مليون المغاربة خرجوا للعطلة، كيفاش غيديروا هاد المغاربة اللي عندنا 2.5 مليون ديال الأطفال ما بين 8 سنين و 16 عام ما قارين ما مكونين؟ هذا راه هو المغرب ديال غدا. كيفاش غيديروا هاد الناس اللي كيخدموا في القطاع غير مهيكل، اللي بالليل وضحاها سدوا عليهم كل شيء وقال لهم ما كيسيروا كلوا الحجر؟ إذا الناس كتنتظر مع هاد الحكومة، غير الناس اللي كتحلم. أنا كنطالب المغاربة اليوم أن يعملوا العقل ماشي العاطفة، والناس كانوا في الحكومة اللي فاتت وعطاهم 30 مليار ديال الدرهم الصندوق ديال الفلاحة، البرنامج الأخضر شي خضورة ما شفناها، واليوم راه الجفاف، راه الناس كتبيع البهيم ديالها ولا كتخلى عليهم في السوق ما لقات لا باش تشري العلف لا باش تشرب لا هي ولا البهيم ديالها. يعني هاد الناس على إثر تحرير الأسعار ضربوا 17 مليار ديال الدرهم، يعني كيربحوا بزاف وماشي سوقهم، لأنه غادي يرتفع النقل وغادي ترتفع المعيشة على الناس في حين الأجور مجمدة. إذا كانت أمل ديال المغاربة، كيقولوا ربما الحكومة اللي فاتت يعني فكات صندوق المقاصة ومشات لهذا الشيء تسريح يعني الأسعار البترول وما بغاتش تخدم لينا الأسامير باش يكون عندنا الأمن الطاقي، ولكن هادو راه غاديين بواحد الوتيرة يعني سريعة باش يدمروا ما بقي، وباغين يمشيو للخوصصة وباغين يمشيو للاستدانة وباغين يمشيو إلى مزيد من تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء. وهذا الشيء علاش اليوم هذا الشعب خارج بطريقة سلمية في الدار البيضاء وفي كل جهات الوطن، في القرى في الجبال كيعبروا بصوت واحد. راه حنا غوتنا في 2011 وقلنا بغينا دستور ديمقراطي وبغينا دولة ديمقراطية وفيها العدالة الاجتماعية، وبركة من الفساد وبركة من النهب وبركة من الجشع وبركة من الخضوع للمؤسسات المالية، واثبتوا تبيعوا البلاد كلها. حنا فين غادي نعيشوا؟ اش غادي ناكلوا؟ فين غيخدموا ولادنا وبناتنا؟ كي غادي نقراوا؟ المدرسة خربتوها، كيف غادي يعني الصحة كتكذبوا علينا؟ الوهم ديال الدولة الاجتماعية فينا هي؟ فينا هي؟ راه غدا خصك تجبد الكارطة ديال البركة ماشي تجبد الكارطة ديال الرميد، والله لا شفتي شي صحة. ولهذا تنجدوا هاد الناس قبل ما يعني تنوض الفوضى ولا يكون شي انفجار، كل شيء غادي يتأثر منه، أنهم يتوجهوا باتجاه الصحيح. كيف قالوا ياك علنوا توطيد الخيار الديمقراطي، وحنا بغينا الديمقراطية دابا، بغينا العدالة الاجتماعية دابا، وبغينا المغاربة ما نبقاوش نعتبروهم بحال العبيد، بغينا نعتبروهم مواطنين كاملين المواطنة.